في استمرار حديثنا عن المؤتمرات الحاشدة للمصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، فإحنا معانا على التليفون الرجل الذي أعتز دائما بمعرفته بل وبصداقته، إذا سمح لي، الأستاذ رأفت صليب، رجل الأعمال المصري الأمريكي الكبير والمعروف ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بيك يا رأفت بيه. اهلا بيك يا استاذ يوسف. اهلا باهلا. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ سعادتك النهارده. اهلا بيك. وحشنا والله. مش هتيجي مصر قريب بقى ولا ايه؟ نيجي على عينينا ان شاء الله. مصر دي في دمنا، ديت بنسمع اسمها بس الواحد يتفرق كده، بتحس ان جسمك بيقشعر كده. صحيح والله. رأفت بيه، يعني كنا بنتكلم على مؤتمرات حاشده بالولايات المتحده الامريكيه، بتعرض ما يحدث في مصر، بتعرض انجازات الدوله، بتتكلم على المصريين ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسيه اللي هتبدا اول الشهر، وحضرتك خير من يحدثنا، فانت رئيس الاتحاد العام للمصريين. في الحقيقه استاذ يوسف، احنا طبعا الانتخابات المصرية دي بتبقى بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، بنحب نحتفل بيها وبنعتبره عرس انتخابي لينا، لان احنا بعدنا عن مصر، فبنستنى اي حاجة زي كده، ان احنا نروح السفارات والقنصليات ونشوف الاعلام ونشوف الدنيا ونشوف الموسيقى، ونحس ان احنا بنقوم بدور وطني واجب علينا كفلوا ليها الدستور. احنا طبعا كاتحاد عام للمصريين بالخارج في امريكا بنتواصل مع كل المندوبين بتوعنا في الولايات اللي فيها قنصليات عامة، اللي هي لوس انجلوس وواشنطن وشيكاغو وهيوستن ونيويورك، والنهارده في مؤتمرات موجوده في نيويورك. الاسبوع اللي فات لفينا كلنا على معظم الكنائس والمساجد، ان احنا بنحاول نشجع الجاليه كلها ان هي تشترك في هذا العرس الانتخابي، لان ده دور وطني، وبنحاول طبعا نشرح لهم الانجازات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بعتقد اللي احنا بنعرضه والناس بتشوفه، في ناس كتيره جدا جدا ما كانتش مصدقه اللي بيحصل على ارض الواقع، انه ما كانوش متصورين انه مصر اتغيرت بهذا الشكل. ده كلام مظبوط، ده كلام مظبوط.